بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. خلاص كده احنا خلصنا الاكسبشن، انا مبقتش محتاج الرسمة ديت، انا شرحت فيها اللي انا عاوزه وفهمتك اللي انا عاوز اقوله لك عشان تبقى متأسس صح في اللي انت بتدرسه. جميل، حافل ديت وان شاء الله ده هيكون اخر فيديو شرح. ده هيكون ايه؟ ده هيكون اخر فيديو شرح، بمعنى الفيديو ده هحاول برضو معاك اقول لك انك انت ممكن تعمل ثرو، مش لازم للاكسبشنز ديت، ممكن تعمل ثرو لاي حاجه انت عاوزها. بمعنى انا لو قلت له اتشار مثلا سي ايكوال مثلا، او ايه، هخلي اليوزر يدخل ايه، يدخل الاتشار ده، اقول له سي ان اتشار، تمام، هقول له اف. والله لو الاتشار اللي هو سي ايكوال ايكوال ايه، هعمل ثرو. ثرو ايه بقى؟ ثرو للسي، تمام، واعمل في الاخر سي اوت اف اي في اللي هي فيفورت اتشار اهي اللي هي ايه، سي. حلو حلو، نرن نرن، تعالوا كده نرن الاول. طبعا سي ان اتشار، سي ان سي قصدي، معلش اهو، فهقول له ايه، وليكن حرف السي، فيقول لي فيفرت الشار سي، لانها مش ايه، لان السي مش ايكوال، السي اللي هي الشار اللي هو المتغير ما بيساويش ايه الاي، تمام. لو جينا نرن ودخلنا حرف ثاني هو وليكن الدبليو، تمام، تعالوا كده معايا، هل الدبليو ايكوال ايكوال اي؟ لا، فاذا مش هيخش في الثرو، فهيتبقى جمله عادي. حلو اهو، تمام. لو جينا بقى نرن وندخل ايه، او دخلنا ايه، قال لك ايه، terminated called after throwing an instance of char، قال لك حصل terminated لانك انت عملت throw لاكسبشن من نوع ايه، من نوع char. حلو، مش انت هنا المفروض انت كنت بتعمل throw والنوع الاكسبشن بتاعتك؟ ايوه، لا انا عملت throw والاكسبشن من نوع char. اذا لو رحت اعمل try وكاتش، تمام، وحطيت دول في التراي، تمام، انا عاوز اعرف دلوقتي في الكاتش، في الكاتش دلوقتي اعمل هنا نوع الاكسبشن ايه؟ هتعمل نوع الاكسبشن النوع اللي انت عملته ثرو. شوف بسيطه، نوع الاكسبشن هتحطه، مش هنا المفروض بتعمل اكسبشن ايه مثلا، او ران تايم اكسبشن كذا، او بدء اللوكيتد كذا، ايوه تمام. ده في حاله انك كنت انت عامل ايه؟ كنت انت عامل ثرو هنا، كنت انت عامل ايه؟ كنت انت عامل ثرو لنوع اكسبشن. طب دلوقتي انا عامل ثرو لتشار، اذا هعمل هنا اتشار اهو، اتشار وليكن سي ار، واجي هنا اقول له ايه، سي اوت يور اتشار ماست نوت بي، وايه، وادي له الاتشار بتاعه سي ار. اذا هو لو الاتشار بتاعه بيساوي حرف الاي، هبعت حرف الاي، بعت حرف او الثرو ايه كده، بعت ايه، بعت حرف الاي، بعته فين، بعته للكاتش. فقلت له لو حصل اكسبشن للتشار، قول له يور تشار ماست بي، ماست نوت بي سي ار، سي ار اللي هي للتشار اللي هو ايه هينبعت. لو جيت ارن اهو ودخلت له حرف الاي، هيقول لك ايه، يور تشار ماست نوت بي اي. اذا كل اللي عاوز اقوله لك انك انت ممكن تعمل ثرو لاكسبشن من نوع تشار، من نوع سترينج، من نوع انت، من نوع دبل، من نوع فلوت، من نوع لونج، زي ما انت حابب. اهم حاجه اللي هتعمل له ثرو هنا لازم الكاتش تكون ايه، تكون هنا. يعني عملت تشار، اذا تعمل تشار، ما ينفعش تعمل انت. لو عملت انت هيصرك ايه، مشكله، يقول لك ترمينيتد، او ترمينيتد ليه؟ لانك انت لما عملت ثرو، عملت ثرو الانت، قصدي عملت ثرو الايه للتشار، هنا انت رميت اكسبشن من ايه، من نوع تشار. لما رحت هنا الكاتش دي ما بايه، ما بتاخدش غير ايه، انت اكسبشن من نوع انت، لكن ده تشار، اذا مش هخش هنا، فما لقاش الكاتش، فعمل ايه، فعمل ترمينيتد، وقف البرنامج وطلع لك ايه، طلع لك ايرور كده بيقول لك ان حصل ترمينيتد عشان حصل ثرو اكسبشن من نوع انت، من نوع تشار،
وهو مش لاقي الكاتش بتاعت الايه، مش لاقي الكاتش بتاعت الانشار. اذا ممكن تعمل ثرو هنا لو انت عاوز تعمل دي اند، تعمل دي دبل فلوت، ايا كان حسب ما انت حابب. انا حبيت بس اوضح برضو البوينت ديت عشان لو حد حابب يبعت ثرو يبعت اي حاجه من الداتا تايب. اتمنى يا جماعه يكون الفيديو واضح، لو في اي حاجه مش واضحه او مش مفهومه تواصل معايا، هسيب لك لينك الفيسبوك ولينك الان تحت في الديسكريبشن. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.